هبدأني مرقها خلي خلقك مطقع روق علينا روقها هالشغلة ما بدعيا احكي معنا منتفاهم ما رح تمشي زعلان لف الدم والعالم لك لم علينا الجيران القصة هي هي تسلينا خلطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة أو البلكون وإذا بدك ما من بسم نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا من هون لهون عيني على عيني بتموت ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل على التلفزيون وعلى مهلك بهداوي كن ما في داعي بعد النقزت عن هي مرقها مشان عن وتسلم لي شو حنون بالشارع او بالمحل استنانا ونحن منطل ما بتعرف قدي سهل نلقي لك هون وهم القصة هي هي تسلينا فرطها هدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك نامن بالسم نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا هون لهون عيني على عيني بتموت ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل على التلفزيون وهالمقلب المرتب ملعوب شو بوشك ليش مقلوب كل شي مكتوب بروق محسوب هالمقلب المرتب ملعوب هذا المطلوب بس ليش مرعوب شو بوشك ليش مقلوب ما القصة هي هي تسلينا فرطها حبية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما من بسة نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون لقائنا كل يوم بيتجدد معكم ببرنامجنا من هون لهون أهلا وسهلا فيكم ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا من هون لهون عيني على عيني بتموت ومن هون لهون سيدي خد ممكن نتعرض بالحياة لموقف صعب بخوف غريب المفروض والمطلوب منا أن نهدي ونروق ونعد للعشرة لحتى نستوعب شو عم يصير معنا لأنه يمكن تكون الكاميرا الخفية ايه الكاميرا الخفية لا كبير أعطيها مقاسة من في جوا هنيك في جوا جاء مقاسة ايه برجينا شوف شوف جوا تفضلي اعطيها الشال معه شال المحطات كلمة يا الله شو خايفة شو تعال اقول لك بس كلمة خلص يا اختي تعال بس توتي بس
تلاقي لك شو معك بس شو كان فيها الكاميرا حرامية يا لطيف سكروا الباب اخذوا المفتاح يا اختي ان شاء الله تعي ان شاء الله تحكيني ان شاء الله خبرني شو صاير فات ثلاثه مدري اربعه مدري سبعه طب ما في صيح من هون لا تصيحي لا تصيحي في للشرطة وين موبايلك؟ موبايل ايه تعي لك صيحي من هون هون الشباك مو على الشارع تعي من هون عندي دقي على الباب صيحي على الجيران من هون تعي من الباب صرخي من الباب يا ناس يا جيران يا جيران يا ابو محمد ابو محمد ابو محمد وين اسمه ابو محمد لا وين بدك تنزلي وانا شو وراي شو بساوي شو بصير فيي انا ليكي بدك تدخل انا فكر في صوت عرفتي مين هاي الكاميرا عم تحكي معي كاميرا الخفية فيها فصون خلي الفصون صوب ولد خلي وخذ المصاري تليفون ايه تليفون دقي انا سجل رقم عندك 09 95 الو اريد عتبنا سنتين شيء الو شو اسمك انت شو اسمك ليكي مصاري شو اسمك انت تعي خلي تعي شوي افتح له هاي الكاميرا الخفية لا تزعل هي الكاميرا وينها؟ تعالوا يا جماعة دقي 09 اللي بدك اياه شو في خبي بالريقك؟ انه مبين انه شاف ريقك انت بتعبتي اه؟ اي والله تعبت زين؟ وهلا؟ هلا مدي ايدك هيك لشو؟ لا الحمد لله منيح تمام
يعطيك العافية. موافقة؟ سلمي على الكاميرا. معقول الواحد يبكي ويضحك بنفس الوقت؟ يمكن على شباب من هون لهون ما في شيء بيصعب. إذا سمحتوا معكم حدا معه حدا مع جوال؟ جوال؟ جوال ممكن؟ عيني. إذا بتريد. تعبس لحظة شوي. افرج. كيفك؟ شو أخبارك؟ ألو شو صار معك؟ لا مو معقول أبدا. معقول؟ يا لطيف يا محمد يا حرام يا الله يا حرام. هيك لك ها؟ يا الله يا الله. ضربني ضربني يا قام ضربني. لا هات انا بضربه. لا مو هو غيره. الو ايه ايه شو شو عامله انت؟ عرفتي شو صار؟ شو؟ لا مو معقوله بزمتك. لك لك مو معقول. دائما خبر ببكي وخبر بفرح. اعطينا لك شوي. بدي شو اعطينا لك شوي. اعطيني شوي. تظلي. شو صاير؟ تعال هون. صوت صوت غميق ما لي سمعانتك. لازم تلبس تطلبني تطلبني الرقم. هتلاقي طلب بس بعد الرقم الثاني. بس لحظة. الو الو ايه شو؟ لا شو عم تقولي؟ بربي؟ معقولة؟ مثلي؟ يا يا الله خليك يا الله. لا
لحظة شوية، شوفك أنت، خبر حلو خبر منيح صح؟ وخبر سيء. شلون خبر حلو وخبر سيء؟ هلا بدي أعطيكي راسك بتضحكي. إيه إجاني خبر سيء وخبر بعدين صار منيح. أه؟ شو هذا الخبر السيء وهذا الخبر؟ لا شو في؟ شو بقى أبوكي؟ شو بقى أبوها؟ ألو؟ شو بقى أبوها؟ طمي طمي طمي، وين بيتك؟ وين بيتك؟ وين بيتك؟ ألو؟ طب وين؟ لازم اسلك تدخل على الرقم لازم. وبتطلق كمان؟ على شو بدك تطلق؟ على شو؟ لسه بتهني بالكلام كمان؟ طيب ماشي ماشي يلا. صفر صفر. يلا ماشي بس احكي معك. ايوه مين معي؟ لا يا طول حبيبي، طول بالك طول بالك. يعني جوزة شلون مالها جاي على البيت؟ جوزك ها؟ شو عم يقول لها؟ جوزة؟ ايه جوزي. الملك جاي على البيت. مالي جاي على البيت؟ ليش بقى؟ رح نام عند اهلك. شو؟ ايه رح نام عند اهلك. قولي على قامتي ان شاء الله. الو الو، طب دقيقة عشان خد خد فهم وينها؟ كمان سكر بوشي جوزي. ايه شوي مو بالصواريخ. ويا لا ان شاء الله. مسكي مسكي شوي دقيقة. زايدة ايده زايدة ايده. صلي على النبي طولي بالك. مسكي مسكي مسكي. يا بالبيت في حال بالشارع خلي دق لي خلي دق. ما في وحدات عندي. نعم عند اهلي. بتعرف انه مالي اهل، انا وين بدي اروح؟ يا اختي خلي دق لك ما اكيد. شو ضحك؟ طب هون احكي معي شوي عم تبكي شو عم تحكي؟ ايه واحد يعني حرام انه يسمع خبر بفرح؟ بفرح؟ ما جوزيك ولا احسان؟ جوالك بس شو عم تسوي؟ ما لقيتي للاستاذ عبد؟ ما لقيتي للاستاذ عبد؟ لقيته قدامي اكابر، شب اكابر. شو ظري؟ شب اكابر و هلا انت وقت حكيتك ما عرفت صوتي؟ بقول الصوت مو غريب بس انا عم بطلع جايين ضيوف جايين ضيوف بيصفوا السيارة عرفت؟ ومن هون لهون سيدي خذ منا واعطينا، من هون لهون عيني على عيني بتموت، ومن هون لهون سيدي خذ. بنعرف انه الواحد لما بده ينمي عضلاته ويكبرها ويقويها بده يتبع حمية غذائية، بده ياخد نوع من الفيتامين، بده يلعب أثقال وحديد، يعني هذا الحكي كل الأحوال حياخد وقت طويل. أما إنه واحد بلحظة بيطلع له عضلات كيف؟ كيفها؟ هلا الحلو هيك بيعمل ها؟ أحيانا ايه حلو بس ما تفزع. ما؟ ما تفزع يعني ما طقي.
لا كل ما بدي اجي اقطص انا شو معي حالي. كل الشباب بنفسوني. تشوف ابو محمود هون. بس شوي بقى. هذا شو؟ كل خصله. لا عم شوف انا. قول هاتي الدنيا تعب. بكره بنلتقي بنفس الموعد بمشاهد طريفه ومواقف جديده. انتظرونا. باي. مرقها خلي خلقك مطقع روق علينا روقها هالشغلة ما بدها عيار احكي معنا منتفاهم ما رح تمشي زعلان لف الدم والعالم لك لم علينا الجيران ما القصة هي هي تسلينا خلطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما من بسم نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا من هون لهون عيني على عيني بتموت ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل على التلفزيون وعلى مهلك بهداوي كن ما في داعي بعد النقزت عن هي مرقها مشاني حن وتسلم لي شحن بالشارع او بالمحل استنانا ونحن منطل ما بتعرف قدي سهل نلقي لك هون وهون وما القصة هي هي تسلينا فرطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك نعمل بالسم نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا هون لهون عيني على عيني بتموت ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل على التلفزيون وهالمقلب المرتب ملعوب شو بوشك ليش مقلوب كل شي مكتوب برواق محسوب هالمقلب المرتب ملعوب هذا المطلوب بس ليش مرعوب شو بوشك ليش مقلوب ما القصة هي هي تسلينا فرطها حبية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما من بسم نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون